رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر الإقضبية صباح اليوم. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمضمون الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية يومي 16 و17 من ديسمبر أحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، والذكرى 19 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم في البلاد. وشكر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المواطنين والمقيمين والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة على ما أظهروه من مشاعر وطنية، وأثنى سموه على كافة أشكال التعبير التي أبرزوها للاحتفاء بهذه المناسبة العزيزة. كما أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما حققته مملكة البحرين وبقيادة جلالة الملك المفدى من نهضة حضارية وتنموية وبما تبوأته من ثقل إقليمي ودولي. بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والهيئات الحكومية إلى تصحيح الملاحظات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأنها فورا، ووجه سموه الوزارات إلى مباشرة تفعيل المحاسبة والمساءلة بحق المتجاوزين إداريا وماليا واتخاذ ما يلزم لذلك، مؤكدا سموه حرص الحكومة على تكريس الرقابة وترسيخ التدقيق في كافة التعاملات وزيادة المتابعة بكل حزم لمعالجة أي خلل يسبب هدرا في المال العام. وفي إطار استعراض المجلس للمشاريع والبرامج التي تنفذ في القرى والمناطق المختلفة لاستكمال نواقصها من الخدمات والمرافق والبنية التحتية، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى اعتماد مخططات لمشاريع إسكانية في دار كليب وهورت سند لإنشاء 1200 وحدة سكنية، كما وجه سموه إلى تخفيف الضغط المروري في المدن والقرى بإيجاد مداخل ومخارج إضافية وتوسيعة الشوارع، فيما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات إلى تحديد المشاريع الخدمية الممكن تنفيذها وبالتعاون مع القطاع الخاص، ومن بينها دراسة تمويل القطاع الخاص للمراكز الشبابية والرياضية. بعدها عبر مجلس الوزراء عن وقوفه وتضامنه مع المملكة العربية السعودية ضد أي تدخل في شؤونها أو التعرض لقيادتها أو مكانتها أو النيل من سيادتها، ومنه ما صدر مؤخرا عن مجلس الشيوخ الأمريكي الذي استند على ادعاءات غير صادقة، مشيدا المجلس ضمن ذات السياق بما تبديه الإدارة الأمريكية بقيادة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مواقف مسؤولة وجهود مقدرة في تعزيز السلام ومكافحة الإرهاب عبر العمل المشترك مع الحلفاء في المنطقة. بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية: أولاً، استعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي ل199 مشروعا خدميا وجه بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بكلفة 154 مليون دينار تلبي 318 طلبا رفعها الأهالي في القرى والمناطق في المحافظات أثناء الزيارات الميدانية التي أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزراء الخدمات القيام بها إلى القرى والمدن، فيما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى برمجة بقية المشاريع البالغة كلفتها 55.5 مليون دينار لتدرج ضمن الدورات المقبلة للميزانية. وقد عرض معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية وسعادة وزير التربية والتعليم وسعادة وزير الكهرباء والماء وسعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وسعادة وزير الإسكان وسعادة وزيرة الصحة وسعادة وزير شؤون الشباب والرياضة ما تم تنفيذه من تلك المشاريع والمشاريع قيد التنفيذ والمشاريع قيد الدراسة منها. ثانيا،
وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بما يتوافق مع متطلبات استمرار جهود الحكومة في استدامة التنمية وتنفيذ التوجهات الاستراتيجية ومسؤوليات الوزارة، وذلك بإضافة منصب وكيل وزارة للاقتصاد الوطني إلى الهيكل الإداري للوزارة، ويتبعه وكيلان مساعدان وعدد من الإدارات. وتنفيذا للمرسوم الملكي بإنشاء الجهاز الوطني للضرائب الخليجية، فقد وافق مجلس الوزراء على الهيكل التنظيمي للجهاز الذي يتبع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والذي يشمل رئيسا تنفيذيا للجهاز الوطني للضرائب بدرجة وكيل وزارة، ونائبين للرئيس التنفيذي بدرجة وكيل مساعد، واستحداث عدد من الإدارات المساندة. كما وافق المجلس أيضا على تنظيم مؤسسة التنظيم العقاري بحيث يكون لها رئيس تنفيذي بدرجة وكيل وزارة وتتبعه عدد من الإدارات. ثالثا، وافق مجلس الوزراء على منح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة الشديدة أو الذي يرعى شخصا ذي إعاقة شديدة ويحتاج إلى رعاية خاصة من أقربائه من الدرجة الأولى ساعتي راحة يومية مدفوعة الأجر، وذلك وفقا لعدد من الشروط والضوابط، ومنها أن يكون الأشخاص ذوي الإعاقة هم من أصحاب الإعاقات الشديدة جسديا أو عقليا وفقا لتقييم اللجنة الطبية العامة بوزارة الصحة، وذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشؤون الاجتماعية والاتصالات والإعلام والشباب برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وتوصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية برئاسة معالي السيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار بهذا الخصوص يصدر عن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية. رابعا، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى التعاون بين الجانبين في مجال الأنشطة الفضائية والتطبيقات المتنوعة المرتبطة بها، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة بشأنها من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.